بول بياغا يباغت الجميع، يباغت الجميع اللعب الكاميروني، وبكورة لا تصد ولا ترد في مرمى أيمن المثلوثي. تتغير المعطيات مع مطلع الدقيقة 11 ومع تفاعل جماهير أولمبي شلف في مدرجات أولمبي سوسة. نعيد المشاهدة، كرة الكاميروني بول بياغا، تسديدة قوية لا تصد ولا ترد، ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك ولم يجد لها أي حل الحارس أيمن المثلوثي. شوف القى المساحات، شوف التسديدة القوية في مرمى النجمري الساحلي بكرة رائعة، كرة قد لا نشاهدها حتى في أقوى البطولات الأوروبية. تتغير النتيجة مع مطلع دقيقة 11، هدف مقابل صفر لجمعية أولمبي شلف الجزائري أمام النجمري الساحلي. ترجع الكرة للفريق الجزائري، يعني محاولة الكرة كانت مؤثرة كما ينبغي. فريد تعليقك، بداية واعدة للفريق الجزائري بهدف حمل توقيع الكاميروني. بول ايميل بياغا دقيقة 39 وحريشة ويسين. بول ايميل بياغا الكاميروني ضربة مشلف ثلاثة غارولاش يسوينس امزوانو اسكواساكي بول ايميل بياغا وديسوين ويس 37 اسكواساكي ضربة مشلف فارتورا اسف تغطون تورا في الفرايا عشوري يقول ميل بياغا خطر إذا القارة أدريكو ينس ولا ما كنش طاح الشضاح أفريقي يساعش السر يشبح يندين خازو لما ذاوي ذا كارتون يمي ذا مزلاكس كارتونينا يبدو كان بعد الولي هيت ولا ميكشب يرسيني ميورر ير برشي شلاكو دخليلي معنا يكدد دفاخ ويشبح يسويك يشبح يسويك طوالا ما بيك شم يرسين ميورر دربعة الله جيسكا وورد سورا وشبح مرة ثانية نقص الجهة عندي يروح دفاخ مع نوسي واعر يسوي وسلة ثانية والفرح مقرنة ربولي ملك بياغا يدي بويد يسوي وسلة ثانية دربعة الشرف غير يثنس غير بول بياغا العس بول بياغا بتكلم فريق بول بياغا ذو عساس دحمان بول بياغا ذو عساس دحمان ونتقلوه عساس دحمان ذا يربح يعني الدذخ نتا واحد سيد زدث بول بياغا النظر ذا النظر ذا يعاود نتيثي ولاش برا وراري بول بياغا العس دحمان سي شجاع تمقران دحمان حمزه سي شجاع تمقران يسن ملك هذه يرك وذي يحكم الدذخ زدث نمبيراري بول بياغا في سنت التكال من يلحق في اللس ذايا عندو كل سبوق الجال خليل فوس ذيك هربوعث بوق الجال هربوعث نشلف ام يورار ينسنا مقران ولا نسجل يسوي يعرم مقران ذيك العمر بصح يلقي التيرار يعني امي مزيان يسعى 35 يسقس ذيك العمر النص يعدى ودى الخايا بول بياغا وزداد هيريدا واللي عديش يلو فراي الفلطه وهكرتون التوراغف هكرتون التوراغف ام يورار هيريدا دابا خصنا كيدوز ماي بولي مي بياغا يسروح الدفخة يسروح بياغا الدفخة كي غزات البرفان دي دقيقة كيدي 27 وانا غنسحي السفة فوزا من براغا بياغا وبرفان يدي سمنا 4 تنس كي غا وقرو كي 4 تنس نشلف بياغا ديك النظام دفخة السفة غار سلمي درس سيثان بياغا ولم مسح السف يتسطف ميس ولاش زهر ولم مثيل ذكي ام كي تدي سمنا مراد برفان 15 سفر دابا خارفيثا دابا خدورا يقول ايميل بياغا يسوي ستة هذه دقيقة في ستة وحريشة كي ويسين يقول ايميل بياغا الكاميروني ضربة مشرف ثلاثة غار ولاش يسوي نس ام زوالو اسكواسا كي يقول ايميل بياغا ودي ويس 37 اسكوزاكي تربعت مشرف ارتورا اسف تغطون تورا في الفرايا عاشوري يقول ميل بياغا خطر اذا القارة ادريكو ينس ولا ما كنش طاح الشضاح افريقي يساع السر يشبح يدين خازو لما ذا ويدا كارتون يمي ذا مزلاكس كارتونينا يبدو كان بعد الولي هيت ولا ميكشب يرسيني ميورر يربرشي شلاكو دخليلي معنا
كاد دابا خو يشبح يسويك يشبح يسويك طوالا ما مشي شم يرسين ميوران ضربة الله جيسكا وي ورد سويرا وتشبح مرة ثانية نقص الجهة عندي روح دابا خلا مع نوسي واعر يسوي وسلا ثانية والفرح مقرنة ربولي ملكي شلف بول بياغا يباغت الجميع يباغت الجميع اللعب الكاميروني وبكورة لا تصد ولا ترد في مرمى أيمن البثلوثي تتغير المعطيات مع مطلع الدقيقة 11 ومع تفاعل جماهير أولمبي شلف في مدرجات أولمبي سوسة نعيد المشاهدة كورة الكاميروني بول بياغا تسديدة قوية لا تصد ولا ترد ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك ولم يجد لها أي حل الحارس أيمن البثلوثي شوف القلب مساحات شوف التسديدة القوية في مرمى النجم الساحلي بكرة رائعة كرة قد لا نشاهدها حتى في أقوى البطولات الأوروبية تتغير النتيجة مع مطلع الدقيقة 11 هدف مقابل صفر لجمعية أولمبي شلف الجزائري أمام النجم الرياضي الساحلي ترجع الكرة للفريق الجزائري يعني محاولة الكرة كانت مؤثرة كما ينبغي فريد تعليقك بداية واعدة للفريق الجزائري بهدف حمل توقيع الكاميرا